معي الدكتور حسام حسني رئيس الزمالة المصرية. دكتور حسام، كلمني عن أهمية هذه الورش العمل والجلسات الحوارية الفاعلة. هناك أكثر من 31 متخصص، كلها بتصب في توفير خدمة علاجية مجودة للمواطن المصري، وده بينصب على الخصائص السكانية. اولا صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المصريين. بنحب نهني مصر كلها بنجاح هذا المؤتمر اللي بعتبر انه كان ليه اهميه كبيره جدا، سواء كانت اهميته ان احنا بنطلق الاستراتيجيه المصريه للسكان واستراتيجيه وزاره الصحه 2030. لكن لو كنا بنتكلم على استراتيجيات دلوقتي احنا خلاص الفكره مختلفه، احنا ما بنحطش استراتيجيه، احنا بنحط استراتيجيه ولائحه تنفيذيه زي ما معالي وزير الصحه الدكتور خالد غفار كان بيتكلم دايما ان احنا الاستراتيجيات احنا عاوزينها تبقى على الارض وتبقى ارض واقع. فيبقى مين اهم حد في المنظومه؟ اهم حد في المنظومه هو الطبيب والتمريض والهيئه المعاونه. عشان كده الزماله المصريه بكل تخصصاتها بكل فروعها كان لازم يكون ليها دور في هذا المؤتمر، ان هي دي المسؤوله وهي دي القاطره اللي بتقود التدريب الطبي المهني داخل جمهوريه مصر العربيه. عشان كده انت شايف ان يعني انا سعيد جدا بالحضور، القاعات كلها ممتلئه والناس واقفين بره القاعات، اساتذه مصر كلها من جميع جامعات مصر جايه تدي النهارده محاضراتها وجايه تدي ورش العمل بتاعتها في كل التخصصات اللي موجوده. نجاح يعني سعيد جدا انا بيه بنجاحنا باولادنا اللي قايمين من الساعه 6 الصبح عشان يحضروا المؤتمر وبيكملوا كل قاعاتهم. يعني اتمنى ان فعلا زي ما المؤتمر ده ناجح ان كمان نجاحه يستمر بعد كده ويبقى ده دايما يبقى موجود على الارض في علاج المرضى وتقديم الخدمه الطبيه الاقل لكل مصري. يمكن ان دكتور شايفين اقبال غير عادي من الاطباء على الاطباء الشبان على ورش العمل. هناك العديد من المتخصصين من مختلف دول العالم موجوده في هذه الورش، الهدف منها ودي اهميتها اللي بتصب على المؤتمر. خلينا نقول ان احنا دايما عندنا ثقه في شبابنا وعندنا ثقه كبيره جدا في شباب الاطباء وشباب التمريض وشباب الهيئات المعاونه، وده بيؤكد ان احنا دايما مصر غنيه بشبابها وشاباتها، وان احنا قد ايه احنا بادئين المؤتمر النهارده اول جلسه الساعه 9 الصبح، احنا من الساعه 8:30 القاعات ممتلئه، اساتذتنا كلهم من جميع جامعات مصر موجودين. لكن الاهميه في ايه؟ ان احنا ما فيش طب الا بتطوير، ما فيش طب الا بتعليم، ما فيش طب الا بتذكير. احنا بنذكر الاطباء الكبار في السن، بنعلم الاطباء الشبان كويس، بنعلمهم ما هو حديث، ايه هو الابليكابل ميديسن او الابلايد ميديسن اللي هو يطبق على ارض الواقع. فيعني ربنا يكرمنا، النجاح ده هيبقى ليه مردود كبير قوي، والمؤتمر ده انا اظن انه هيبقى مردود كبير قوي على الارض وعلى صحه المواطن وعلى الخدمه الطبيه لخدمة المواطن. دكتور، يمكن احنا شايفين العديد من التخصصات الطبيه، احنا بنقول 31 تخصص، وده يمكن من ضمنها تخصصات بتهم او بتصب على المشكله السكانيه. خلينا نقول حتى تعالى ناخد مثل على الجلسات اللي شغاله دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا جلسه من الجراحه العامه وجلسه للقلب التداخلي وجلسه لطب الاسره وجلسه لتنظيم الاسره والفاميلي بلانك. كويس، دي تخصصات. امبارح كان عندنا تخصصات الصدر وعندنا تخصصات البطن العامه والسكر، عندنا تخصصات الانف والاذن والحنجره. كويس، يعني كل التخصصات اللي تهم المواطن المصري هتلاقيها موجوده ويتدرب عليها اطباء مصر داخل الزماله المصريه علشان يبقى عندنا طبيب مصري كويس داخل جمهوريه مصر او خارج جمهوريه مصر يبقى سفير لينا يرفع اسم مصر ويقدم خدمه طبيه داخل مصر بقيمه جيده ويقدمها خارج مصر ويكون سفير لينا. إذن دعنا نؤكد أن هناك العديد من الجلسات الحوارية الآن في الجلسة في القاعة الرئيسية بيتم وضع أو مناقشة العديد من الاستراتيجيات وزارة الصحة لمواجهة الأزمة السكانية. أؤكد أن هناك إقبال غير عادي من الأطباء في كافة التخصصات على هذا المؤتمر المهم لوضع خارطة طريق واقعية لمواجهة هذه المشكلة. نعم، أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا مراسل النيل من العاصمة الإدارية محمد حلمي، شكرا جزيلا لك.